طاقتها في الشركات والمصانع واستغلال الشركات اللي تم خصصتها وبعض بعضها راجع باحكام قضائيه. لكن حكومه شمال جيرو وحكومه محمد مرسي بترفض عودتها للدوله، بنرفض قرض صندوق النقد الدولي اللي هيترتب عليه ارتفاع بنون فيها الاسعار وتخفيض للدعم. النهارده بيشارك الاتحاد المصري للنقابات المستقله قطاعات عماليه عديده مع قوى سياسيه وثوريه من ميدان السيده زينب الى مجلس الوزراء ومجلس الشورى. زي ما احنا شايفين صوت باعث قوات الامن المركزي لمنع المسيره من الوزراء، لكن يبدو ان هو ما تعلمش من مبارك، ما تعلمش درس من مبارك فيما يتعلق بموقفه من العمال. العمال مطلوب مباسله في مواجهه مبارك وقدروا يسكتوه مع جماهير الشعب المصري، ويقدروا كمان يسكتوا صوت جماعه الاخوان المسلمين اللي بتعادي الحركه العماليه. مرسي خطب امبارح وتغنى وقال انه هيستكمل مسيره ناصر بتكذيب وتقديم خطاب دفاعيه، ولكن يبدو ان هو بيكذب كذب صريح. مرسي يرفض عوده الشركات التي تم خصخصتها ويطعن على احكام ديت. مرسي بيتبع سياسات ليبراليه جديده تماما، بيرفع الاسعار وبيخفض الدعم وبينحاز لمصالح رجال الاعمال بشكل صارخ. تحالف تقريبا ثلاثي بين جماعه الاخوان المسلمين ورجال الاعمال والمؤسسه العسكريه لاجهاض الثوره المصريه. الاتحاد المصري للنقابات المستقله محمود مصطفى، مطالبنا طبعا هي مطالب العمال المشروعه اللي الحكومه جالت عليها وان الحكومه شردت العمال. مطالبنا المصانع المأكولة تشتغل، العمال المشردة ترجع، العمال المفصولة ترجع، حد أدنى من الأجور، حد أقصى من الأجور، قانون الحريات النقابية، تأمين صحي شامل للعمال، حكومة أنديل ترحل، مرسي والإخوان إبادة من على وش الأرض إن شاء الله بفضل العمال وثورة العمال الجاية إن شاء الله. إحنا جايين نطلب المطالب، حقوقنا بلدنا، عرقنا وشهانا وسرى عمرنا، الجيل ده والأجيال اللي فاتت، عشان جايين نعلن مطالبنا، حقوقنا المشروعة ببلدنا. ما أظنش النظام إلى أسوأ، ما أظنش إن في حاجة اتغيرت، لأن النظام اللي ماشي في المشهد حاليا هو اللي أسوأ في رأس الأمر، وإلا ما قامش بس هذه المظاهرات ولا قام بس هذه الثورات. المصانع للعمال مش لعصابة الإخوان، مش لعصابة الإخوان، المصانع للعمال، المصانع للعمال مش لعصابة الإخوان، مش لعصابة الإخوان، العمال ما بيقبضوش، العمال ما بيقبضوش، والإخوان ما بيحسوش، والإخوان ما بيحسوش. أنا حاسه إن العامل بيرجع لورا، يعني جمال عبد الناصر رفع العامل لفوق، وانا شفت الانظمه اللي بعد المرحوم جمال عبد الناصر اهانت العامل لدرجه ان العامل النهارده يعني يجوز عليه الصدقه، يجوز عليه الصدقه. الرواتب ما بتعادلش الايجارات اللي بتندفع ولا الاسعار اللي بترتفع، فانا بساند العمال في الوقفه ديت لاني فعلا حاسه بمعاناتهم، لان انا واحده من البطاله بطلب من الرئيس مرسي يعمل موازنه في الاجور وياخد من الفصل الحد الاقصى ويشوف حل للبطاله، يعمل لها رواتب ويشوف لها وظائف وبعد كده حل مشكله كبيره. وخد العشيره كلها مطالبنا حل أدنى، 180 ورقة بمبنى، 180 ورقة بمبنى، حطوا ايدينا جوه حديد، حطوا ايدينا جوه حديد، دلع الشعب المصري عنيد، دلع الشعب المصري عنيد.